والله صراحة الأداء كان مشرف جدا، كل اللاعبين أدوا الواجب كما يعني يجب. خلينا نحكي لاعبي شباب، هاي هي النظرة اللي هي للمنتخب، اللي هي لازم نثق باللاعبين الجدد واللاعبين الناشئين الجدد، لأن هم اللي راح يحملوا اسم المنتخب وهم اللي راح يقودوا المنتخبات الجاي وراح يغيروا ثقافة كرة القدم الأردنية كاملة إن شاء الله. صلاة النبي عنهم، كلياتهم كلياتهم نجوم عندنا بالمنتخب. أفضل لاعب عندك موسى ويزن، كلياتهم نجوم، نقدر نحكي مين ألعب مين ألعب، بس يا رب يا رب إن شاء الله بناخذ الكأس، بس لو ظلوا هذا الأداء والله ناخذها، والقلب يلعب بالروح والله نجيبها. والله أداء جميل، عندك موسى التعمري راس حرب بالنسبه لي، وده جميل. نشكر قطر على التنظيم وان شاء الله الكاس لنا. كان هناك حديث قبل هذا اللقاء، موسى سيلعب موسى تدرب فرصه للسبب، ولكن بالتوجه يا سريع يا سريع يا سريع. في حكم اللقاء محمد عبد الله حسن حكم الاماراتي اللي اصدقه غير مباشرة ستنفذ الركلة الحرة الغير مباشرة في هذه اللحظات. المنتخب ما شاء الله عنه اليوم، كل اللاعبين ما قصروا وكانوا قدها وقدود وزلام، بإذن الله النهائي راح يكون برضو لنا. مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، كان أداء المنتخب أداء ناري طبعا، يعني حقنا الفوز خاوة طبعا، وإن شاء الله كأس آسيا لنا وخاوة لنا. أول شيء ألف ألف مبروك للنشامة، أقسم بالله لعيبة أول مرة بشوفهم هيك. موسى التعمري بدع، ختم المتعة كلها، وألف ألف مبروك للمنتخب. Let's go!